السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من جرائد نستهلها بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: في الرايح رئيس الاتحاد الآسيوي لقناة الكأس، حسم توقيت مونديال 2022 مطلع العام القادم. الهتمي البطولة خرجت بشكل متميز والفرق قدمت مستويات قوية. في الشروق الجزائرية خليل أوزيتش: لم يكن سهلا علي ترك الجزائر واستقبالي مع الرئيس سيبقى في ذهني. في الاتحاد الإماراتية مارادونا: كولومبيا أفضل ذكرى وكوستاريكا مفاجأة. هيا الغامدي كتبت: في الاقتصادية السعودية الإقناع صنع في ألمانيا. وحيد عبد المجيد كتب: في الأهرام المصرية الكرة فوق الوطن. في لغازيتا دولو سبورت الإيطالية: كونتي يرحل والبديل مانشيني أو أليجري. في الديلي ستار البريطانية: فان غال واثق من قدرة مانشستر يونايتد على التعاقد مع دي ماريا. بقيت الماكينات الألمانية نجمة الساحة الإعلامية، حيث لم يخلو مقال أو تعليق يتناول كأس العالم إلا وكان فيه إشادة بمنتخب المانشافت الذي كان الأجدر بالفوز باللقب الرابع في تاريخه. مونديال البرازيل انتهى والأنظار تتوجه إلى المونديال المقبل في روسيا عام 2018، لكن حديثنا اليوم سيكون عن مونديال 2022 الذي سيقام في قطر بشكل نهائي ومحسوم، بحسب ما أكد رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في حديث مع قناة الكأس اهتمت الصحف اليوم بنقله. الشيخ سلمان أكد أن سلسلة من الثوابت سنتعرف عليها في سياق الحلقة. المونديال في قطر انتهينا منه. الكلام أطلقه الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في حوار خاص مع قناة الكأس، لفت خلالها إلى أن حسم موعد إقامة مونديال قطر 2022 سيتم في الربع الأول من عام 2015، مؤكدا أن كأس العالم لن ينقل وسيقام في قطر وهو أمر لا رجعة فيه وتم حسمه بشكل نهائي. الشيخ سلمان قال: نحن كعرب وأسيويون نقف صفا واحدا خلف قطر في استضافتها لمونديال 2022، أعتبر ملف كأس العالم في قطر هو ملف آسيا. المنطقة تستحق أن تنال استضافة هذا الحدث الكبير، وأعتقد أن قطر قدمت الشيء الكبير بالنسبة للبنية التحتية وأمور التنظيم وغيرها، وأعتقد أن هذا الملف هو من أنجح الملفات التي قدمت في السنوات الأخيرة. ندرك جيدا أسباب الهجمة والحملة المغرضة التي شنتها بعض وسائل الإعلام الغربية على قطر. هذه الوسائل الإعلامية لم تتقبل إلى الآن نتيجة فوز قطر بشرف تنظيم كأس العالم 2022، وهذا ما شعر به الجميع خاصة في الآونة الأخيرة. وجهة نظري واحدة ولن تتغير، وعلى الآخرين أن يتقبلوا هذا الشيء. المنطقة تستحق أن تنال استضافة هذا الحدث الكبير، وأعتقد أن قطر قدمت الشيء الكبير بالنسبة للبنية التحتية وأمور التنظيم وغيرها. رئيس الاتحاد الآسيوي وفي حواره مع قناة الكأس أكد أيضا أن هذا الملف هو من أنجح الملفات التي قدمت في السنوات الأخيرة، وهذا ما يؤكد أن المشاكل التي واجهت الاتحاد الدولي في البطولات الأخيرة لن تواجهه في قطر. الشيخ سلمان رد على سؤال عن تجاهل الإعلام الغربي لملف كأس العالم 2018 بروسيا وتركيز هذا الإعلام على ملف قطر فقط، رغم أن توقيت التصويت على الملفين كان متزامنا في 2 ديسمبر من عام 2010. لا نريد أن نتكلم عن الملفات الأخرى، ولا نريد مقارنة الملف الروسي بالملف القطري أو الملف البرازيلي أو غيره. وعلينا أن ننظر إلى الملف القطري الذي يعد ملفا متكاملا، وإذا كانت هناك بعض الجهات التي لديها مشكلة في التوقيت فليس لدينا أي مشكلة في مناقشته على مستوى الاتحاد الدولي، وإذا حصل اتفاق حينها على إقامته شتاء فليس لدينا أي مشكلة. الله أعلم
ماذا سيختلقون غدا من قصص جديدة وقضايا جديدة. ووجهة نظري أننا لا يجب أن ننجر إلى القصص التي ربما يريدون ترويجها، بل نركز على أعمالنا بأن البطولة قطر، وأنا متأكد من أن الإخوة في الملف القطري قاموا بجهد كبير يستحقون الشكر عليه. فريق الكاس توج بلقب بطولته الرمضانية لكرة القدم في نسختها السادسة عقب فوزه على فريق الجريان بركلة الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل. عيسى بن عبد الله الهتمي مدير عام قناة الكاس ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة بارك لفريق القناة التتويج باللقب ووجه الشكر للروح. المستوى الذي قدمته الفرق المشاركة خاصة منذ بداية الدور ربع النهائي يعكس قوة البطولة ويعطي صورة حقيقية على مدى حرص قنوات الكأس على القيام بمسؤوليتها الاجتماعية من أجل تشجيع الشباب على ممارسة كرة القدم، خاصة أن البطولة تعد فرصة طيبة للشباب لممارسة الرياضة في أجواء تنافسية حماسية. مع النجاح الكبير للنسخة السادسة للبطولة لا يفوتني الإشادة بالدور الذي قام به الرعاة في دعم البطولة، وهم اللجنة العليا للمشاريع والإرث 2022 وبنك كيو أم بي وأوريدو وسوني وبروة العقارية ومستشفى سبيتار، وهم مستمرون في التعاون مع القناة. والشكر كذلك إلى اتحاد الكرة ممثلا في اللجنة الفنية، وأيضا إلى جميع من شاركوا في اللجنة المنظمة. اعترف البوسني وحيد خليل الزيت مدرب الخضر السابق بأنه لم يكن من السهل عليه ترك الجزائر بعد 3 سنوات قضاها مع المنتخب. خليل الزيت قال أنه سيبقى فخورا بقيادته للمنتخب الجزائري ونجاحه في قيادته إلى دور ثمن النهائي لمونديال البرازيل لأول مرة في تاريخه. أنا فخور بما قدمته مع المنتخب الجزائري الذي تحسن كثيرا وأنجزت عملا مهما معه. ما قدمناه في البرازيل أمر رائع ببلوغنا الدور ثمن النهائي ثم